عايز اجمع بقى الصينيه اللي بتكلم عليها النهارده دي مع حضراتكم، نشوف ايه الحكايه. بطاطس متقطعه واحده واحده بقى عشان ايه نشوف الاختراع ده ماشي ازاي. وانا اخترع على حاجه ده بسيط، طماطمايه وبصلايه وطماطمايه تانيه هقول لكم هنعمل بيها ايه، وفلفل احمر واخضر واصفر، خضارنا زي الفل كله متقطع اي تقطيع حضرتك بتحبيها، حبه البرغل مغسولين ومنقوعين شويه في الميه، لحمه المفرومه زي ما حضراتكم شايفين ضاني انا صريح، حبه بقدونس لو حبينا، ما حبيناش برضو تمام، وفي عندي قرن فلفل مفروم. حلو الكلام، كلام جميل. سيبني شويه البخر قدام عيني مش مشكله، اه كله من وقتها، واسيبها شويه مش هخسر حاجه، وادي الطاجن بتاعها هيتقفل يخش على طول في قلب الفرن. طيب تعال نجيب فود بروسيسور كده او كيتشن ماشين يكون حاجه كبيره، عشان انا عايز اعمل ايه فرمه حلوه. بسم الله الرحمن الرحيم. كده الاول هنجيب عندنا بصلايه ناعمه، واحده واحده كده ركزوا معايا عشان نعمل حاجه حلوه ان شاء الله. بصلايه ناعمه مفرومه، وده يكون افضل زي ما حضراتكم شايفين. تمام تمام. وبعديها كمان هكون مجهز عندي حبه البرغل مغسولين ومتصفيين وكانوا منقوعين شويه عشان يبقوا طراي معايا. تمام لحد كده تمام. طيب وبعدين هجيب عندي عليهم فص توم حلو، كمان واحده يلا. تمام تمام. وبعدين هروح جايب عندي حبه بهار لطاف، تمام تمام، وحبه ملح وتاتش شطه وتاتش حبهان. حلو الكلام لحد كده، كلام زي الفل وتم التمام. وقرن فلفل حار لو حبينا، ده في البدايه، اه في البدايه لسه ما عملناش حاجه. واجي اعمل كده بسم الله. ازعاج، شايف الملامح عامله ازاي؟ صممت ان انزل بالتدريج بحاجتي. اولا البرغل مع البصلايه وفص الثوم سهلوا معايا السكينه في الكبه. ثانيا نزلت باللحمه واحده واحده عشان خاطر
ادمج كل الخليط مع بعضه ومفيش حاجه تبقى لون والتانيه لون وحاجه راكنه في الكبه وحاجه لسه محتاجه تقليب. فالحاجات دي كله يعني نتجنبها الاول بفكره التدريج. بص منظر الكفته بقت عامله ازاي. عايز ازود بصل تاني ما عنديش مشاكل، عايز زي ما انا برده كده ما عنديش مشاكل. تعال بص على الخليط شكله عامل ازاي ونشتغل واحده واحده. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. نرفع اول حاجه السكين عشان خاطر ايه ما تعورناش. تمام لحد كده تمام زي الفل. نعمل ايه بقى تاني؟ نجيب عندنا سكليبر ونشوف اخبار اللحمه اللي احنا فرمناها. بص المنظر عامل ازاي يا باشا، شايف منظر الكفته؟ هي ملامحها بتقول ان انا كفته اهي. شوف اهو حلو كلام كلام جميل. سيبها تريح شويه بطرح السكينه. نخش بقى على الصينيه دي عشان ايه الحكايه. شفت الحركه ان انا لسه كنت بعملها من شويه لما حاجات وقعت على القطاع، خدتها بكل جراءه وحطها في الطاجن تاني. ليه؟ عشان بننضف اول باول. بس دي مع يعني ايه بركز فيها بحركهم دايما ان طول ما احنا بننضف القطاعه بتاعتنا او الرخامه بتاعتنا احنا ستاند باي اي حاجه تقع نشتغلها تاني او حتى على البوتاجاز. ليه بتقول كده؟ عشان في بعض الناس يقول لك ايه اصل عادي. لا مش عادي، لازم حاجتنا اول باول عشان نبقى مظبطين الدنيا. افندم حالا نروق بس مكاننا عشان ايه العين بتشوف. نعم حاضر. يلا صينيه الكفته اللي احنا عملناها دي بسيطه قوي. هنجيب عندنا صينيه فاضيه اللحمه المفرومه تمام. هناخد بوله صغيره نحط فيها حبه ميه عشان نقدر نعمل الكفته بطريقه تكون لطيفه ما تلزقش في ايدينا، شكلها مش حلو. بوله فاضيه فيها حبه ميه. كده والصينيه دي الاول هنحط فيها حبه ثوم كده. على حبه الثوم دول في معلقه سمنه او زبده كده وعليهم تاتش بهارات كده واجي بالفرشه اعمل كده. دي سمنه مع ثوم مع بهارات في ارضيه الصينيه بتاعتي. سمنه مع ثوم مع بهارات. خلطه مين؟ خلطتنا يعني، جربوها وعلى ضمانتي. دي تحقيقه حلوه ومضمونه باذن الله يعني ما فيهاش حاجات كتير صعبه. طب وبعدين تعالى بقى نخش على الحكايه. ادينا ميه الاول تمام. هاخد كده الكوره كده واجي اعمل كده. بص منظر اللحمه عامل ازاي. شوف اللحمه بالبرغو شايفها. واكور كده واروح اعمل كده تاني. ادينا ميه واعمل كده كده واكور واروح اعمل كده تاني كده كده كده. ده هيتحشي لسه ما تقلقوش بالشكل. كده واروح اعمل كده واروح اعمل كده اهو اهو كده. حاضر حاضر. اي هانم صباح الفل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بحضرتك يا فندم. ازيك يا شيف علاء؟ الحمد لله. ست كل اخبارك انت عامله ايه؟ انا بحب حضرتك جدا. ربنا يعزك ويدوم محبه كتر خير. يا رب يخليني. اخبارك انت ايه؟ كله تمام؟ علي يا فندم ممكن بس توتر التلفزيون شويه؟ عايزه بس اسال عن طريقه الكريب. طريقه الكريب؟ حاضر يا فندم. وعايزه استفسر بس عن حاجه لو سمحت. اتفضلي يا هانم. الفسيخ انا كنت مخليه فسيخ. تمام. يعني هو انا اعرف ان هو الفسيخ لازم السمك البوري يكون طازه. لازم ايه؟ يكون طازه، مش هو ما ينفعش يبقى محطوط في الفريزر. طب بس فهميني سؤالك ايه بس عشان افهم ارد عليك بايه بالظبط. بسأل حضرتك ان انا كان جاي لي سمك بوري وكان محطوط في الفريزر وانا خللته، فانا عايز اعرف ان هو هيبوظ. هو كان سمك بوري فريش ولا فسيخ؟ هو كان فريش بس انحط في الفريزر ساعتين بس. وبعدين؟
وبعدين انا فكيته وغسلته وخللته عادي، فانا بس بسال ان هو هيبقى حلو ولا ايه؟ يعني انت شايفه ايه؟ حاسه ايه؟ الو ايه يا فندم؟ بقول لحضرتك حضرتك حاسه ايه؟ شايفاه ايه؟ من حضرتك شايفاه ايه قدام عينيكي؟ شايفاه ايه والسمكه عامله ازاي؟ انا خلصت، انا ما شفتوش، انا من ساعه ما طيب أو انا ليه بسالك السؤال ده يا فندم؟ بشكرك، خط قطع، انا عارف، انا هرد عليها برضه. بص يا فندم، انا قصدي ايه حضرتك شايفاه ايه؟ اولا الفسيخ تخليله بيبقى عايز سمك فريش بطريقه معينه بتخليل معين، كون السمكه وهي فريش تخش الفريزر فتفرزنت او خدت درجه حراره زياده، فبالتالي الفريش بقى فروزن. فكره سمكه فروزن تطلع من الفريزر تتخلل دي صعبه شويه او مش صح، فبس انا بقول لك عشان كده انت شفتيه ايه عامل ازاي، بس على ما اعتقد مش صح، ونسال برضو لو حابين. طيب نرجع تاني، بص كده يا باشا بقى، عملنا الارضيه دي، بص كده يا باشا، ادي بصلايه في النص اهي، تمام، والبصلايه دي فوقيها طماطمايه، تمام، وفوقيها ايه حته الكفته، تمام، وفوقيها ايه بطاطسايه، تمام، وفوقيها ايه كمان بصلايه وبطاطسايه، تمام لحد كده. شوف اللي جاي كمان كده، تمام، ماشي الكلام كده كده، تاني كده، متقلقوش كده 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 كده، واروح اعمل ايه بقى؟ جايب سكينه لطيفه كده، اثبت، واروح اعمل ايه بقى؟ جايب كل الكلام ده كله كده، اه بص يا استاذ كده، واروح عامل كده، شايف حاجه؟ اهو. تاني هنجيب عندنا بصلايه في الاول، وعليها قطعه الكفته اهي، وعليها طماطمايه، وعليها بطاطسايه، وعليها كمان طماطمايه، وحته كفته تاني، تمام، وعليها بطاطسايه وطماطمايه تاني وبصلايه تاني، وادي حته كفته تاني، ونقفل عليها بطماطمايه، ونجيب السكينه نعمل كده معايا يا استاذ، ونيجي قدامها هنا اهو كده، اهو اهو، نروح عاملين كده، قوم قابلينها كده، خدت بال حضرتك يا فندم؟ اهو داير ما يدور بقى، فاهم قصدي ايه؟ اهو تاني يعني، بس اول حبه كفته كمان كده اهو اهو، اي كوره كبيره صغيره مش شاغلني، انا شاغلني كل نعمل رصه حلوه، وفي الاخر هنشوف الحكايه ماشيه ازاي. انا قصدي حاضر، لحظه واحده بس، فاصل ايه دلوقتي؟ خلص بس الصينيه دي واطلعك فاصل. حاضر اهو، بطاطسايه اهو، بص هنا كده ماشي، وادي كفته وادي كفته، ماشي يا باشا، وادي طماطم وادي طماطم، وادي بصل بصل، ماشي يا باشا كده الكلام، وروح عامل كده بطريقه تانية، وروح عامل كده برضو، وبالبطاطسايه كده اه، خدت بالك انا عامل ايه؟ بص اهي اهي، تمام، واجي اروح عامل كده، بص يا باشا اهو، لاحم تاني، خدت بالك؟ وامشي كده بقى داير ما يدور تاني اهو كده، كفته تاني طريقة مختلفة شوية، لكن هتعجبكم إن شاء الله في النهاية أنا عارف. تمام؟ بطاطس أهو، فوق منها الكفتة أهي، وبصلاية اللطيفة على الوش، طماطم، بطاطساية تاني، كفتة تاني، تمام يا باشا؟
واضحة كده؟ أهو وقفل تاني، طماطماية هنا تاني، وطماطماية هنا تاني، أهو واجي بالبطاطساية راح عامل كده، خدت بالك؟ أهو بص إيش راح، هو أنا وأنت مش شفتها من شوية؟ أهي بطاطس كفتة يعني تشكيلة الخضار بتاعتي، واجي راح عامل كده، بص يا باشا أهو. وأنا بقى عايز أعمل إيه بقى؟ شايف الجوانب دي؟ أحشي فيها بطاطس كده، وهكمل تاني، وأعمل كده جانب أهو، وأكمل تاني، أهو، بص كده بعمل إيه؟ أهو، وباجي على الحتة دي ما بحطش بطاطس بطاطس، لا أروح عامل كده، أهو، وأروح مكمل تاني، البطاطس أهي، كده، والكفتة أهي، عليها الطماطم، عليها البصلة، حالا أطلعك بصل، بس تخلص دي، أهو، كده، وكفتة تاني اهو. بص صغرت ازاي؟ على قد اللي قدام عيني بقى اهو كده، واروح عامل كده، وادي البطاطسايه، وابدا اروح عامل كده اهو. شايف دي مثلا في فرق ابيض اهو، بص 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 اهو، هنا مفيش بطاطس، اروح عامل كده اهو. معايا يا فندم؟ اهو يلا يا سيدي، هلف انا بقى عليها كده مع نفسي خالص، وهطلع فاصل صغير جدا بعد الفاصل، مواصل. قبل الفاصل كنا احنا واقفين عند صينيه الكفته، ولكن في حاجه مهمه فيها ما حبيتش اعملها حتى لو هياخدني الوقت، ولكن لازم نتكلم في التفصيل. الصينيه لما لقيتها واسعه شويه قمت جايب صينيه اصغر بصراحه، لميت حاجتي زي ما حضراتكم شايفين، عايز اعمل لها صوص هتستوي كده يعني، هي مش هتكمل في وقت التسويه، ولكن نعمل لها صوص حلو وندخلها الفرن. هجيب عندي عصير طماطم فريش، تمام؟ تمام. وهنجيب على عصير الطماطم الفريش ده معلقه صلصه طماطم بالمره كده، ماشي الكلام؟ كلام جميل. وعليها برضو عشان ازود تيست ال 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 الصوص بتاعي، دول ايه؟ هاخد اهو دي فيها لحمه، هاخد مكعب مرقه لحم من بتاع كنور، وهعمل بيه الصوص برضو اهو. ركز معايا بقى في الصوص ده عشان ده مهم جدا جدا جدا. طيب احنا كان في مكالمه من شويه كنا بنتكلم فيها مع حد من حبايبنا على تغذيه الاطفال اللي من 9 شهور، ودي مشكله مسببه قلق كبير جدا للامهات ان هي مش عارفه تعمل ايه في موضوع التغذيه. فاحنا معانا مكالمه برضو مهمه جدا، مصدر موثوق فيه، نستفيد ونفهم التغذيه بتاعت اولادنا من السن اللي هو الاشهر لسه ما وصلش للسنه او غيره، ياكل ايه؟ انا كنت بقول مثلا حاجه مسلوقه، في غيري يقول لا حاجه مش عارف ايه، كل واحد بيقول زي ما هو عايز، ولكن تعال نسمع من الدكتور والمصدر الموثوق منه. تمام يا استاذ رباب؟ طيب ايه الاخبار هنا؟ اه شغاله اهي، شرب بس ونغلب على طول. فاضل عندنا الصينيه بتاعت الايه؟ الكفته بالبطاطس، تاخد وقتها براحتها خالص، وتعالى نشوف النتيجه عامله ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم، الله اكبر. شوف بقى هنا الكلام عامل ازاي؟ قد ايه اشف في الفرن مثلا؟ يعني 40 دقيقه 50 دقيقه، تطلع معايا بالمنظر ده. شايف المنظر عامل ازاي؟ بص الصوص اللي شربناه نزل سوى البطاطس ونزل لي في الحته ده بتاع الرز اللي حبه وحبه بقى، شايفه؟ شايف الصوص؟ شوف من ناحيه اهي واضحه، ما فيهاش اي تفاصيل، ما فيهاش يعني ما تتغرفش، دي زي ما هي كده حط على طول على المائده، وبالهنا والشفاء لحضراتكم. اه بكل بساطه.